السلام عليكم، معكم يوسف يوسف ابو العدل، اعلامي مغربي لذات الاخبار. مستر يوسف، استاذكم صحفي رياضي. الملف المشترك اللي تقدم به المغرب ما بين اسبانيا والبطولات والمغرب اللي تنظيم كاس العالم، هذا الملف وهاد ثلاث الدول هي حضارات مختلفه، ولكن بتقديم الملف المغربي هنا كيبين لك تناقي الحضارات ما بين الحضارات العربية والإسلامية والإفريقية والحضارة الأوروبية. والمجتمع المغربي باش معروف فيه منذ أزمنة، يعني منذ تأسيس الدولة العليا وتلاقح الثقافات في بلد واحد اسمه المغرب. نحن نتواجد في منطقة حساسة في العالم ما بين أوروبا، القارة الأوروبية والشرق ديالنا، كاين الخليج العربي والشرق الأوسط، وفي الغرب ديالنا كاين القارة الأمريكية. إذا المغرب هو ملتقى الثقافات وملتقى الحضارات عبر العالم. تقديم المغرب لملف ترشيح كأس العالم كان هو ضربة معلم من طرف الملك محمد السادس حينما أعلن عن تقديم الملف المغربي ورفقة الثلاثي المغرب إسبانيا البرتغال يوم امس بالعاصمه الرواندية كيغالي. كانت ضربة معلم، وكانت واحد لمسه مغربيه وفرحه مغربيه انتظرناها لسنوات طالت. كتعرف انت في العديد من المسابقات قدمنا الترشيح ديال تنظيم المغرب منذ سنه 1994، ومنها كتقول سنه 1994 كتقول في الحقبه التي كان فيها الراحل حسن الثاني ملكا للمغرب. ظل الحلم يراود كل المغاربه. في مناسبه اثنين خلال الولايه ديال الملك محمد السادس نصره الله قدم المغرب ملف ترشيحه. كنعرفوا مسابقه كاس العالم تتطلب العديد من الظروف، تتطلب العديد من البنيات التحتيه، والمطلب الاول هو الجانب الامني. تنظيم كاس العالم يجب توفر العديد من الامور. اول الاشياء هو الجانب الامني، وهذه نقطة مهمة وحساسة يتوفر عليها المغرب الحمد لله منذ سنوات خلد ومنذ عقود خلد. الجانب الثاني هو البنية التحتية اللي تحدثت عليها. ملي كندويو على البنية التحتية لا نتحدث عن البنية التحتية الخاصة بكرة القدم ومباريات الرياضة. هناك البنية التحتية، هناك طرق السيارات، هناك القطارات فائق السرعة، هناك المطارات، هناك الفنادق، عاد كيجيو الملاعب الرياضية. ملي كتقول الملاعب الرياضية، الملاعب الرياضية ملاعب التدريب، مراكز الصحفيين. هناك تظاهرة كبرى ملي كتقول كأس العالم، إن اكبر تظاهره كونيه كاينه ديال الرياضه، يمكن المتابعه ديالها كتفوق الالعاب الاولمبيه اللي كتجمع جميع الاصناف الرياضيه. المغرب الى دوينا على تواجدك في القاره الافريقيه فهو من افضل الدول، الى ما حطيناش افضلهم، ومن افضل الدول من حيث البنيه التحتيه. ومقارنه من اوروبا بطبيعه الحال المغرب خطا خطوات كبيره للوصول الى ما هو اسباني فرنسي وجميع الدول الاوروبيه. والحمد لله هادشي ما كنقولوش مجامله في المغرب لاننا مغاربه، ولكن كنعرفوا المغرب يشارك في المسابقات القارية، ونشاهد ما يتواجد في العديد من العواصم الإفريقية، ونشاهد ما يتواجد في المغرب. لذلك الملف المغربي سيكون إضافة الى جانب البنيه التحتيه والى جانب الروح الديانيه. هناك كما قلت هنا غتكون واحد الاضافه اللي فيها التلاقح الديني والامني والعديد من الامور اللي غتخلي الملف الثلاثي كيف ما كيقول غتكون عنده واحد البصمه يعني يمكن هي اللي تخلي الاتحاد الدولي لكره القدم يمنح حق استضافه كاس العالم 2030 للمغرب. المغرب سيستفيد من العديد من الاشياء في تنظيم كاس العالم، خصوصا كنعرفوا بانه كاس العالم هي الصوره اللي كتظهر بها اين وصل مستوى البلد ديالك. واسبانيا سنه 1988 في الطفره اللي عرفتها اسبانيا كان كاس العالم في 1988 هي اللي ظهرت بان اسبانيا لاحقت بالركب الاوروبي. الان المغرب في ظل التطورات اللي كاينه واللي تحدثنا يعني على الامور الامنيه والبنيه التحتيه، سيكون 2020 هي الصوره في العالم كامل اين وصل المغرب محمد السادس. ما كتشوفش بان هذا الترشح اللي تعني عليه البارح خصوص تنظيم كاس العالم 2030 كان ضربه قويه لخصوم البلد خصوصا الكبرانات، وكانت مفاجاه لهم اللي كيدعيوا بانهم هما القوه الضاربه. غنجرؤوا بمقارنه نفسها باي دوله كتنتمي لها القاره الافريقيه، يعني بالعاميه المغربيه كيف ما كنقولوا حنا كنشتغلوا على نفسنا. المغرب سيارة، حنا شفنا في المغرب، حنا جيل ديال السبعينات تقريبا، جيل ديال السبعينات شفنا المغرب كي كان في الثمانينات في التسعينات ومن بعد الالفيه الثانيه. خصوصا بعد الالفيه الثانيه المغرب قطع اصوات كبيره على العديد من المستويات، وشفنا التحولات اللي كانت في العالم كامل. وكنأكد لك من 2022 بانه في حاله استضافه المغرب كاس العالم 2030 غتكون لمسه مغربيه حاضره اللي كتمزج بين الثقافه الماضيه والحضاره المستقبليه اللي وصل لها المغرب ان شاء الله. ما شاء الله الى تم تنظيم كاس العالم الذي بين ثلاث الدول هذا اللي هو المغرب واسبانيا والبرتغال،
كتوقع ان الفينال يتلعب النهائي؟ هو يكون من البلدان المنظمه لكاس العالم، الاتحاد الدولي، لانه الاتحاد الدولي غادي يخرج من معيار اختيار البلد المنظم للمباراه النهائيه، غيكون الاختيار بين الوفد المغربي والوفد الاسباني والوفد البرتغالي. بطبيعه الحال المغرب في حاله استضافته لمباراه نصف نهائي او مباراه ترتيب سيكون نجاحا في تنظيم المسابقه، لانه ليس بالامر السهل يعني الوصول لتنظيم مباراه نصف نهائي او مباراه ترتيب، ولما لا المباراه النهائيه تكون في القاره الافريقيه، تكون في مدينه طنجه، لانه مدينه طنجه عندها واحد الموقع يعني جغرافي تاريخي يمزج بين جميع الامور الحضاريه دينيه اجتماعيه. وشفنا نهائي كاس العالم للانديه اللي كان في الرباط وفي مباراه الافتتاح اللي كانت في مدينه طنجه، يعني العالم كامل شاهد اين وصل المغرب في ثقافته الماضيه واين وصل المغرب في التكنولوجيا الحديثه من خلال شباب مغربي نظم المسابقه من الف الى ياء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.